أنا رجل أعمل في السعودية لمدة 3 سنوات وأنا متزوج في اليمن، والسبب أن علي دين، فهل علي شيء من ناحية أهلي؟ إذا كنت تطلب الرزق تطلب الحلال لأجل الإنفاق عليهم وقضاء ديونك فلا حرج عليك إن شاء الله، ولكن ينبغي أن تجتهد في زيارتهم بين وقت وآخر، تزورهم وترجع لعملك بعد 6 أشهر، بعد 4 أشهر، بعد 7 أشهر، حتى ما تيسر لك، يكون هذا جمعا بين المصالح، لا تستمر السنوات الطويلة، لأن هذا خطر على أهلك وعليك أيضا، فينبغي لك أن تعالج الأمور في أحسن العلاج، فتبقى في البلد اللي تعمل فيها أشهرا معدودة 5 6 7 حسب التيسير، ثم تذهب إلى أهلك ومعك ما يسرهم من إعانة وخير، وتبقى عندهم ما شاء الله، ثم ترجع إلى عملك وهكذا دواليك حتى يوليك الله في بلادك. أما الاستمرار سنوات وأنت في عملك وتركتهم هذا في خطر عظيم عليك وعليهم جميعا، فالذي ينبغي لك ألا تأذى الغربة، لا طول الغربة، بل إذا مكثت أشهرا مناسبة 6 5 7، ويروى عن عمر رضي الله عنه أنه وقت للمجاهدين 6 أشهر، لأن بعد 6 قد يشق عليه ذلك ويشق على أهله، فالحاصل أنه ينبغي للغريب الذي يطلب الرزق أن يجتهد في زيارة أهله في أوقات مناسبة بعد 5 أشهر، بعد 6، بعد 7 حسب التسجيل، ثم يرجع إلى العمل جمعا بين المصالح.